أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. حملة إلكترونية تنجح في القبض على سارق يقود دراجة نارية. أيادي الخير تستمر في تقديم المساعدات للمحتاجين في شهر رمضان. اليمني حسين باخشب يحقق المركز الأول في مرحلة الطيران الأولى على مستوى بريطانيا. أبل تتيح نسخة محدثة من تيليجرام. أضيف فقرة الاستضافة الفنان علي مجاهد. مرحبا بكم. في سابقة غير معهودة وبناء على حملة منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت مجموعة من الشباب اليمني القبض على سائق دراجة نارية تورط في ارتكاب سرقة بشعة، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد اكتشاف منزله ومحاصرته. واستخدم المطلوب دراجة نارية في عملية السطو، وهو ما أدى إلى إصابة امرأة وتمزيق ملابسها بعد قيامه بانتزاع حقيبة يدها. وفي وقت سابق تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو مؤلم يظهر اللص على متن دراجة نارية وهو يسحب حقيبة امرأة في شارع عام بصنعاء. إلى إنجازات الشباب اليمني ووجهه المشرف في الخارج والملازم طيار حسين إسماعيل باخشب الذي حقق المركز الأول في مرحلة الطيران الأولى على مستوى بريطانيا في الاستعراض الجوي، وخاصة بحركات تسمى الكوبرا، وقد كرمه وزير الدفاع البريطاني. ألف مبارك كابتن حسين. نشوف الآن المبادرات الإنسانية التي تستمر بتقديم المساعدات للمحتاجين في شهر رمضان المبارك، ونبدأها بمنشور للناشطة زهراء باعلوي تقول فيه: مطبخ عطاء الخيري. النشطاء والخيرين في محافظة إب يقومون بعمل جبار لمساعدة وإطعام النازحين والفقراء والمساكين وعابري السبيل. أرجو أن لا تخذلوهم وتدعموا المطبخ لكي لا يتوقف العطاء، ونتمنى أن يحذو حذوهم في بقية المحافظات. الاستهلاك اليومي كالتالي، ورصدته في أرقام مرصودة. منشور آخر للناشط مصعب العفيف يقول فيه: بجهود ذاتية وعزيمة شباب صادق في تقديم الخير للمحتاجين، يكافح هؤلاء الشباب في الحديدة لإطعام 100 أسرة فقيرة. مثل هذه الأنشطة يجب أن تجد الدعم الكبير من المجتمع ومن كل قادر على مساعدة الناس. نظمت مبادرة لك يا الله الخيرية وللسنة الثانية على التوالي مأدبة إفطار رمضانية ل500 من أصدقاء البيئة عمال النظافة، تقديرا وتكريما للجهود التي يبذلونها في سبيل تنظيف أحياء العاصمة صنعاء وحماية سكانها من الأمراض الخطيرة التي قد تصيبهم في حالة تراكم أكوام النفايات، وذلك بدعم رجل الأعمال حسام ثابت وعدد من فاعلي وفاعلات الخير. نشوف صور من هذه المبادرة. منشور آخر للناشط محمد خالد فيه دعوة للقادرين على المساهمة، ويقول محمد خالد: المطبخ الخيري الرمضاني يد الخير 2 في منطقة السنينة مستمر في إطعام 700 أسرة ويمر بحالة عجز في المواد.
منشور آخر أيضاً للناشط أنور الحيمي يقول فيه: 1000 سلة غذائية كمرحلة أولى سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة وفقاً لقاعدة البيانات المدرجة لدينا في العاصمة صنعاء وضواحيها. كتب الله أجر كل فاعلي وفاعلات الخير الذين لهم الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله ألف 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 خير. نشوف الآن الفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع ونبدأها من تعز عبر منشور عبد الخالق سيف. اليوم كان يوم رياضي ولا أروع، وافتتاح الدورة الرياضية الرمضانية من قبل مكتب الشباب والرياضة بتعز وبرعاية كريمة من محافظ محافظة تعز ومن الهلال الأحمر الإماراتي، ولقاء ولا أروع بين الصقر والأهلي، وما أجمل تعز وعودة الروح فيها. إلى الحديدة حيث أقيم المهرجان الشبابي الرمضاني بمنتزه نصف القمر بين المؤسسات الشبابية. نشوف صور من هذا النشاط. مشروع صوت لتنفيذ المناظرة الجماهيرية الأولى حول محور العمل الإنساني والمجتمعي باستضافة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، ويسعى المشروع إلى تمكين الشباب من تقنيات المناظرة وتوفير مساحات ومنصات للتعبير عن آرائهم بشكل سلس وممنهج. نشوف صور من هذه الفعالية أيضا. التكنولوجيا نبدأها من شركة أبل التي وافقت على نسخة محدثة من تطبيق التراسل الفوري تيليجرام بعد يوم من شكوى التطبيق من عدم إمكانه توصيل تحسينات برمجية إلى من يملكون هواتف آيفون على مستوى العالم. ووجه رجل الأعمال الروسي ومؤسس التطبيق بافيل دوروف الشكر إلى أبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك عبر تويتر على السماح بوصول أحدث نسخة من التطبيق إلى ملايين المستخدمين رغم الانتكاسات الأخيرة. الخبر الثاني هو عن انتشار شائعات تشير إلى أن هاتف آيفون المقبل سوف يحوي 3 كاميرات، ويعني ذلك إذا تحققت هذه الفرضية أن شركة أبل سوف تسير على خطى الشركة الصينية هواوي، خصوصا مع وجود شائعات تشير إلى صدور جهاز جالاكسي S10 من سامسونج بكاميرات 3 أيضا. وهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الشائعات عن 3 كاميرات في هواتف آيفون، لكن أغلب التقارير التي تناولت هذه الشائعات كانت تشير إلى العام 2019 بالضبط كموعد لصدور هذا الجهاز بحسب موقع The Next Web التقني. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع، ونبدأها بمقطع بعنوان شهر الخير لعمار رائع وسعيد هائل. أقبل شهر الخير نور كل القلوب The month of joy.
ما بالروح ففاضت عشقا للقرآن. أقبل للأرواح ربيعا رمضان شهر الخير، إلى الطاعات سما بالروح ففاضت عشقا للقرآن. Days and nights, happy hearts, they will come along. Days and nights, teethy smiles, they will always be adored. رمضان شهر الخير، شهر الخير والإحسان. رمضان شهر التوبة، شهر التوبة. نسمع الآن جديد الفنان خالد زاهر، احفظ بلادي. يا ربنا احفظ بلادي اليمن من كل مكروه تحميها وكل الفتن. يا الله أنا أسألك وادعك يا عظيم المنن، يسر لنا الخير كله ربنا يا كريم. بجاه طه حبيبك لم شمل اليمن، واجمع قلوب العباد وزيل عنا المحن. فيك الأمل سهل المطلوب يا ربنا، وما ضاقت إلا وتفرج رحمتك يا رحيم. يالله يا ربنا احفظ بلاد اليمن من كل مكروه تحميها وكل الفتن. يالله أنا ونختتم هذه الفقرة بجديد الفنان أحمد سيف، حكايتنا. نعيش العمر مرة على حلوة ومرة، إذا في يوم نحزن يجينا الفرح بكرة. نعيش العمر مرة على حلوة ومرة، إذا في يوم نحزن يجينا الفرح بكرة. ونزرع الابتسامة إذا من وقت كشر، بضحكة من شفاتك تخلي المر سكر. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم الفنان علي مجاهد. يا رحمن بلغنا الرضوان، واعتقنا في شهر بضيفنا اليوم. أهلا وسهلا فيك معنا علي. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. الله يحييك، خواتم مباركة علينا وعليكم بالخير والعافية، وعلى اليمن واليمنيين بالستر والعافية والسلام يا رب، وعيد مبارك مقدما أيضا علينا وعليك أختي، الله يكرمك. شكرا وإياكم إن شاء الله.
علي طبعا مجموعة أسئلة في البداية بسأل لك سريعة وخفيفة تتعلق بشخصيتك، بعدين بننتقل لعلي كفنان، فمستعد؟ إن شاء الله، توكلنا على الله. يلا أول سؤال كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. عفوا ما سمعت. أوصف نفسك بكلمة. صبور. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها. فيس وإنستغرام. وأجمل مكان زرته في حياتك. القاهرة وبغداد. مرة ثانية فين؟ بغداد. القاهرة وبغداد. متى كانت زيارتك لبغداد؟ والله كان في مسابقة الذاكرة العربية للشباب. جميل. طيب نتكلم بعدين عنها، تمام؟ الآن قل لي أجمل مكان أو مكان تتمنى زيارته. عفوا الصوت قطع. مكان تتمنى زيارته. إسبانيا، ألمانيا، تركيا. جميل. شخصية تتمنى مقابلتها. الموسيقار ياني. جميل. وشخص يدعمك أو مجموعة أشخاص يدعموك في مجالك هذا؟ والله في الأهل يدعموني، وفي كم يعني أصدقاء يحفوني بدعمهم وتشجيعهم. يخليهم لك. ما في شخصية معينة يعني. يخليهم لك جميعا. طيب مجال دراستك؟ الله يخليك. أنا خريج بكالوريوس إذاعة وتلفزيون جامعة الصنعاء. جميل. وحاليا يبدو أنك تدرس أو؟ والله ناوي أواصل ماجستير إن شاء الله في الإذاعة والتلفزيون، والدراسة الموسيقية كتأهيل موسيقي في جانب آخر، يعني في جانب الهواية. ممتاز. لحظة سعادة عشتها؟ لحظة تخرجي من الجامعة، ولحظة القبول الأولية في برنامج The Voice. يعني لحظات كثيرة صراحة. جميل. ولحظة حزن عشتها؟ لحظات الحزن أكثرها في حياة اليمنيين. لحظة وصول خبر وفاة ابن خالتي محمد دغبس الله يرحمه في حادث تفجير كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء. عظم الله أجركم. الله يرحمه. علي، الآن لو نتكلم عن بداياتك مع الغناء، متى وكيف؟ البداية الفعلية كانت في صنعاء مع فرقة الحياة الفنية برفقة أمين الأهنومي وأحمد سيف وماجد النجار ومجموعة الشباب، وبعدين تعرفت على الوسط الفني في العاصمة صنعاء واحتكيت بالفنانين وتعرفت على الملحنين والوسط الفني، وكانت هذه البداية. عام كم تقريبا؟ 2005. جميل. طب أول أغنية غنيتها؟ كلمات خاصة بك واللحن خاص بك؟ أول أغنية بصوتي كانت سلطان الألم. متى؟ تقريباً 2011. جميل. وأكثر أغنية اشتهرت لك؟ أكثر أغنية في كثير أغاني صراحة، من ضمن أغنية التخرج على قلبي حبة حبة اللي نزلت في اليوتيوب بالاشتراك مع فنانين كثر، وأيضاً زفت شيء ثاني، ومؤخرا النغمه البسيطه هذه اللي خاصه برمضان يا رحمن. جميل. ويعني مجموعه اعمال كذا بسيطه الحمد لله. علي، سمعنا انك كمان عندك موهبه في الكتابه، لو تكلمنا عنها. بدايتي في الكتابه. موهبتك في الكتابه. موهبتي في الكتابه صراحه كانت يعني للحاجه وللضروره، كنت أحياناً أجلس ألحن وأحتاج بيتين ثلاث أبيات ألحن عليها، فكان يصعب التواصل بشعراء وتنسيق معهم وكذا، وكنت حديث عهد بالوسط الفني، فمع اهتمامي باللغة وحبي للقراءة والمطالعة وشغفي بالأدب وكذا اتخذت هذا الطريق، والحمد لله يعني قطعت فيه شوط كويس جداً، واشتغلت في مجال كتابة الأغنية. واو. فترة طويلة، واشتغلت أعمال كثيرة مع فنانين يمنيين وعرب وأشقاء كثر، فيما يعني عرفت في الوسط الفني أكثر شيء ككاتب وملحن غنائي. واو، رهيب جدا. طيب إلى جانب هذا، شكرا. في معنا موضوع عن الذاكرة أو مسابقة الذاكرة العربية. إيش مسابقة الذاكرة العربية؟ مسابقة الذاكرة العربية هي مسابقة نظمتها وزارة الشباب والرياضة في بغداد، وكان في وفود عربية من كل الدول العربية مشاركة،
وأنا رحت ضمن الوفد اليمني برفقة الدكتور فارس البيل وصديق عدي جمال النعم، وشاركنا باسم اليمن ليس وكانت مسابقة جميلة وحصلنا على ميداليات ذهبية وفضية ومراكز متقدمة والحمد لله، وكانت أول بطولة عربية يعني أشارك بها. ولو نرجع للغناء يا علي ونسألك أفضل الألوان الغنائية التي تستهويك. الألوان الغنائية اليمنية أنا متأثر بالجو الحضرمي والمدرسة الصنعانية والمدرسة اللحجية في قائمة اهتماماتي بالنسبة للفن اليمني، والفن العربي في المقدمة المدرسة المصرية والطرب المصري، ثم بعد ذلك اللون الغنائي الشامي في الدرجة الثانية من اهتماماتي بالنسبة للطرب العربي. جميل. طيب أنت كاتب، ملحن، فنان، لو أسألك عن الآلات الموسيقية تعزف على واحدة منها ولا فقط مكتفي والله بالأداء؟ والله والكتابة. والله للأسف الشديد إلى الآن ما أعزف على أي آلة، مع أني يعني يستهويني كثيرا أني أتعلم على آلة موسيقية بالذات آلة العود، لكن حاولت أبدأ أتعلمها هنا وجدت فيها نوع من الصعوبة، لكن إن شاء الله مشروع قائم. ممتاز. وبستمر إن شاء الله بتعلم على الأقل آلة أو آلتين إن شاء الله. هو هذا اللي كنت بسألك، يعني عندك مشروع لتعلم الموسيقى ولا لا؟ فأنت قلت. طيب أكثر عائق واجهك في مسيرتك الفنية؟ أكثر عائق واجهك في مسيرتك الفنية؟ إيش أقول لك، يعني يمكن الدعم المادي و مشاكل نفسية معينة من ضمنها مثلا الخوف من الفشل، الكذا، المعوقات النفسية ذاتية بعيدا عن الإطار الخارجي، لكن الحمد لله تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه تتجاوز بالممارسة، والمسألة المادية كل الفنانين يشكو منها. طيب أنت قلت لي الغناء بالنسبة لك هواية، فهل ممكن يتحول يوم إلى احتراف أو مهنة؟ والله تقريبا من 10 سنوات هو مصدر دخلي الوحيد الكتابة والتلحين والإنتاج الفني والموسيقي، مع أني خريج إعلام لكن لا أمارس هذه المهنة وأشتغل في الوسط الفني وإقامة الحفلات والإنتاجات بشكل عام، هذا هو مصدر الدخل وهواية وعمل في نفس الوقت. طيب ليش ما تكمل ماستر في نفس المجال وبتكمل أنت في الإعلام وفي التلفزيون والإذاعة؟ والله كجانب أكاديمي ودراسة أنا أحب الإعلام وأميلها، لكن أجد الوقت الراهن غير مناسب لممارسة الإعلام بسبب الظروف القائمة في البلدان العربية وفي بلدنا بوجه خاص، وأجد الموسيقى حالياً هي اللي يجمع عليها الكثير ويحبها الناس كلهم، ما فيش خلاف عليها من أي طرف أو أي جهة، هي اللي تجمع الناس كلهم الموسيقى يعني. تمام، هي تجمع الناس كلهم. إيش تعني لك أنت شخصياً؟ والله الموسيقى يعني حياة وعمل ومصدر دائرة تأثير مهمة جدا في أوساط المجتمعات وتنمية ثقافات الدول، وتعرف تقدم الدول من خلال موسيقاها وثقافتها بشكل عام. طيب أنت لما تختار أغنية عشان تأديها إيش أكثر شيء يجذبك لها؟ أكثر شيء مثلا اكتمال مواصفات الأغنية الناجحة، الكلمات المركزة والجديدة والأفكار الجديدة، اللحن الذي يعرف وجهته وهدفه غير الألحان اللي ما يلقى لهاش واحد نهاية ولا هدف، ويعني شكل الأغنية، سايل الأغنية هو اللي بيحدد أهمها وقربها مني يعني. وكم نسبة رضاك عن تلحينك وكلماتك وأدائك؟ والله نسبة رضاي عن ما أقوم به نسبة عالية صراحة. جميل. الحمد لله قطع الشوط كبير ولي أعمال كثيرة، والحمد لله فيما يخص بالتحديد الكتابة طب علي لو تكلمنا عن مشاركاتك الخارجية كفنان. شاركت طبعا في أنا سافرت أصلا للمسابقة أو للمشاركة في مسابقة The Voice اللي تقام في شاشة NBC. نعم. والحمد لله يعني لم يحالفني الحظ لاجتياز مراحل متقدمة، فاتخذت بقائي في مصر مناسبة لممارسة المهنة وأكثر والاحتكاك بالوسط الفني المصري كونه مدرسة يعني فنية وموسيقية عريقة. بدأت أغني هنا في حفلات تابعة للسفارة ولمركز الثقافي، أيضا في منتديات ومحلات ومطاعم عامة يعني يرتادها العرب من كل البلدان،
والحمد لله وجدت قبول ومارست أكثر وكسرت الكثير من الحواجز واستفدت خبرة أكثر، وإن شاء الله القادم سيكون أجمل في الإنتاجات والمشاركات الغنائية إن شاء الله. أنت موظف شغفك بطريقة جميلة، طيب إيش بتسمعنا اليوم؟ والله إن صوتي تعبان، لكن احتراما لكم وللمشاهدين الكرام سنعطيكم مقطع بسيط مناسب لروحانية الشهر الكريم. تفضل. سلامتك. دع ما سوى الله واسأل، دع ما سوى الله واسأل مولاك، إن الذي أنشاك ما رد سائل، أما له تقدير ما شاء يفعل، بلى قادر على ما شاءه ذو الجلال، ومن عليه توكل، ومن عليه توكل لا زال طول المدى في حلة السعد رافل، إن شئت عقد المدلة همتي ينحل، صلي على من كسى، صلي من كسى الله ثوب الجمال. سلامتكم. شكرا لكم. من اللون العربي، لبناني أو مصري؟ مصري مصري. أيوة، حتى لو مقطع صغير جدا. أيام تضحك لك الأيام، تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام، ترجع لي من تاني من تاني، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي، مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا أوفى من الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام. الفنان علي مجاهد، نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لك زميلتنا العزيزة، وشكرا لمعدة البرنامج وللقناة وطاقم القناة المحترم وللجمهور الكريم، وعيدكم مبارك مقدما. الشكر لك. شكرا. في أمان. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.